سيدنا أعطى نصائح، قال على أن الحالات تتكاثر، هناك خطورة ديال هذا الوباء، إما نحترموا واحد العدد من الإجراءات ونحاربوه، وإما غنرجعوا لهذا الكونفينمون. وفي الحقيقة أنا ما كرهتش نرجعوا للكونفينمون بصراحة، حيت هادشي كثر بزاف. كنا في أيام الكونفينمون كنسجلوا حالات كثيرة، القليلة كنا كنديروا 50 58 حالة في النهار، دابا ولينا كنسجلوا 1000 غير البارح واقيلا كان شي 1700 حالة وشي 30 حالة اللي مات. ودابا حتى لوبيطال ما بقاش كيقدوا زعما يهزوا عباد الله. نعم تلاحظوا ان هذا العدد من الناس تيديروا نفس هذا، تيعطيو نفس النصائح، ولكن في التطبيق ما كاينش تيقول لك يا نديروا الكمامات نديروا التباعد. قلة الوعي اللي خلات الشعب زعما يوصل لهذا الشيء، غير في اقليله ماشي في كثيره. ولجينا نشوفوا خاصنا شحال من حاجه خاصنا نحبسوها في هذه الوقيته، بحال لابلاج، بحال المقاهي تيديروا المباريات بالليل. صراحه الخطاب الملكي كان هادف، وكان خصنا نسمعوا هاد الهضره من عند مسؤول اللي هو باغي لنا كوموندج، باغي لنا الخير، وهما دارين يعني بالتدبير ديال هادشي وعندهم درايه بهذا الامر. وسي فغي كل المغاربه زعما من بعد الحجر الصحي ومن بعد داك التشديد اللي كان ولينا فحال ما تناخذوش جميع الاحتياطات ديالنا في المواجهه ديال هذا المرض. وكان خاصنا اللي يعاود يذكرنا باللي هذا المرض كاين وباللي هو خطير جدا وباللي الناس تيموتوا. ولكن صراحه انا اونك مواطنه مغربيه ما غاديش نقدر على الحجر الصحي اونكور اون فوا، وعلى داك نبقاو في الدار وداك الشيء صعيب على النفسيه وصعيب على شحال من حاجه. ان شاء الله يا ربي هاد الازمه تحل زعما تحل مزيان ونرجعوا كما كان الحياه شحال هادي. وان شاء الله لا التزمنا بالاحتياطات والتزمنا بالتدابير ديال الوقايه اللي المسؤولين تيامروا بها، غادي ان شاء الله غادي تحل هاد الازمه ونلقاو واحد الواقع اللي هو جميل. واش انتي والعائله ديالكم تتحترموا فعليا هاد الاحتياطات؟ الصراحة بكل صراحة ماشي كما كنا في الأول. بارفوا أنا تنخرج أنا شخصيا يعني تنعترف بها، تنخرج سون ماسك، تنسى الماسك في الدار، إي جو دو باسي أ لا فارماسي بوغ لو بخوند، ما بقيناش داك لو جيل هيدرو ألكوليك فيما تنمشيو تنديروه. يعني كاين واحد التلاشي واحد التراخي في هاد الاحتياطات هادو، ولكن راه زعما سي نورمال. الخطاب الملكي اللي قال جلالة الملك البارح قالها في الاولى اتش دي، كنظن بانه اعطانا جميع التصريحات اللي خاصنا نلتزم بها الشعب المغربي يعني كشعب متضامن مع الملك ديالو، مع جلاله الملك نصره الله، خصو يتضامن معاه لانه اعطانا احترازات كالكوفيد. اما غادي تلتزموا بالتدابير الوقائيه وتجنبوا ونحاولوا نفكوا هذا المرض باش ما كان، ولا غادي نضطروا نرجعوا للالتزامات الاجباريه، يعني نرجعوا للحجر الصحي القديم، وغادي ندفعوا مبالغ باهظه عاوتاني على اشياء اللي ما خصناش نوصلوها كاع اصلا. ولا كان الشعب المغربي كان كيسمع جلالة الملك نصره الله راه خصو يلتزم بالتدابير الصحيه ويلتزم بالمنزل ديالو ويخرج للضروره القصوى. اولا الخطاب الملكي كان في محله، لان الناس ما كيحترموش القوانين، ولا بقينا غاديين في هذه الخطه هذه ديال الاهمال وعدم التباعد وعدم احترام النصائح اللي كتعطى من وزاره الصحه، كنظن غدا ونكثروا غادي نقربوا بالدول الاوروبيه اللي وصلت لواحد الحاله يرثى لها. وكنتمناو من المواطنين ولاد بلادنا انهم يحترموا القوانين ويحترموا القوانين اللي كتعطى من وزاره الصحه ولا من وزاره الداخليه بالتباعد وبارتداء الكمامات وبالمعقمات وبكل المسائل اللي تخلينا ان شاء الله نوصل لواحد النتيجه. علاش لا زيرو حاله بجهد الله ونخرجوا للشارع امنين سالمين بجهد الله، ونتمناو هاد البلاد يا ربي تولي سالمه من هاد الوباء ونوليو في حاله اللي تعجب بحال كاع الدول اللي تقدمات. علاش لا نوليو حنا من الدول الاولين اللي حاربنا الوباء ونزيدو نحاربوه ان شاء الله، والمطلوب منا ان نتبعوا النصيحه الملكيه اللي ان شاء الله الا تبعناها الامور كلها تتحسن. والسلام عليكم.